إلى الدار البيضاء ينضم إلينا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشقة عبد اللطيف كماتس. مرحبا بكم دكتور. مرحبا. طيب، على الجهة الأخرى، من النادر أن نرى دولا أعضاء في البنك الدولي تشكك في نزاهة وحيادة يعني تقرير هذه المؤسسة النقدية الدولية. كيف ترون اضطرار البنك الدولي للرد على الموقف الجزائري؟ البنك الدولي يعني كانت ردة فعل طبيعية، لأن نعرف مصداقيته يعني على الصعيد الدولي، بحيث أنه اعتاد ببلورة تقارير دورية حتى بالنسبة للجزائر وجميع البلدان مرتين في السنة لرصد أهم مؤشرات الاقتصادية، والمعلومات هي تنبثق من وثائق محلية، من وثائق رسمية، ويعني تعتبر مرجعية يعني أخذ بعض القرارات وبعض التوجهات الماكرو اقتصادية. إذن يعني هذا ليس يعني مقتصر على الجزائر، ولكن معظم الدول في العالم التي هي أعضاء في البنك الدولي يعني تستفيد من هذه التقارير، اللي هي التقارير يعني تحليلية، ويعني تعطي بعض المؤشرات أولا النتائج يعني الاقتصادية والاجتماعية لفترة 6 أشهر السالفة، وتعطي توقعات أيضا بالنسبة يعني النمو الاقتصادي ل6 أشهر القادمة. وهذا ما قامت به بالنسبة ل6 أشهر الأخيرة للجزائر. ويعني كان هناك ملاحظة أن هناك في الجزائر يعني موارد مالية خصوصا من تصدير الطاقة، ولكن يعني الاقتصاد بكامله يعرف ركودا، بحيث أنه لم يتعدى نمو الاقتصاد بالنسبة ل3 أشهر الأولى من 2021 3.1%، في حين أن نسبة النمو على الصعيد الدولي يعني معدل النمو على الصعيد الدولي كانت 5.9%، بحيث أن الجزائر لم تصل إلا إلى نصف يعني ما حققته يعني الدول على الصعيد الدولي. وهناك أيضا مؤشرات يعني كالتضخم، بحيث حذر من التضخم وأيضا من السياسات البنكية والمالية، وكل هذه يعني المسائل يمكن أزعجت يعني المتدخرين الجزائريين الذين قاموا يعني لم تزعجهم فقط، يعني حتى وسائل الإعلام الجزائرية هاجمت الجميع ولم تستثني أحدا. كيف نفهم يعني هذا الفكر العدائي السائد في الجزائر اليوم؟ وهو مسألة اعتدنا عليها، بحيث أن يعني الحكام في الجزائر يحاولون يعني عدم كشف يعني الحالة الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد، الذي نعرف أن الصعوبات التي تمر منها البلاد يعني الركوب يعني على ما هو يأتي من الخارج. يعني هذا اعتدنا عليه مثلا يعني المغرب، يعني كان هناك مواقف عدائية بأن المغرب هو سبب في عدد من المشاكل. الآن يعني التوجه حتى لمنظمات دولية التي يشهد لها بالنزاهة ويعني يعني المصداقية، يعني هناك بعض انتقادات لبعض إحصائيات اعتدنا عليه في التقارير، ولكن لا يكون هناك تشكيك كما هو الحال. وهذه الحملة العدائية التي تتهم يعني هذا التقرير بالمغالطة وبالمؤامرة، وهذا في الحقيقة كما قلنا حجب يعني مدى يعني المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها الجزائر. شكرا جزيلا لك عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، على هذه المشاركة. شكرا على الاستضافة.